السلام عليكم. اليوم نوريكم وين يدفعوا الدوسي تاع كندا في العاصمه يا اخو، راك فاهم؟ تبع معايا، تخرج من الباب تاع خروبه تركب في البيس داخل، بيس داخل تاع ساحه الشهداء، تخلص 2000 تقولوا نهبط عند لا غرون بوست. هنايا كيما راك تشوف هذه لا غرون بوست، لاري تاع لا غرون بوست، تروح منا وتطلع ديريكت، تطلع على يدك اليمنى حتى الفوق، توصل عند البلاكه هذه تاع حديقه خميستي هنايا عند لا غرون بوست، دور على يدك اليسرى وتروح ديريكت تلقى لاري الاول هذا، ماشي هو، تزيد قدام تروح ديريكت قباله حتى توصل عند لاري الزوج تاع حيدره، كيما الخطوط الجويه، كيما الخطوط الجويه الجزائريه هنا، تقدم تصيب لي بيس نيميرو 31 ولا 32 ولا 33، فاهم؟ تركب معاهم لاري الاول، ها وين هذا هو البيس، تهبط هنا في لاري الاول، لاري الاول اللي يحبس فيها هبط نتايا، تطلع شويه، تطلع شويه قدام واحد 200 متر ولا تلقى واحد النخله في الطريق، تلقى هذه النخله في وسط الطريق، تقدم شويه تلقاها، تهبط منها غير واحد 100 متر ولا 150 تلقاها، هاي وين كيما راك تشوف هنا وين يدفعوا الدوسي تاع الفيزا. ان شاء الله نكون فدتكم على كل حال، راهي سهله ماشي صعيبه. كان معكم عباس فلوغ والعاصمه، نوريها لكم زنقه زنقه ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لنا متابعه في الانستغرام. يا سلام.